بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هنا الطلاب، طلاب الفرقة الأولى. النهاردة إن شاء الله هنستكمل المحاضرة بتاعتنا، وهنتكلم عن موضوع الخدمة الاجتماعية بين المنظور الفلسفي والمبادئ. هنعرض في المحاضرة ديت لفلسفة الخدمة الاجتماعية، ثم هنتناول بالشرح أيضا مبادئ الخدمة الاجتماعية. في البداية احنا كنا عارفين بأن مفهوم الفلسفة بيشير عند الغريق إلى حب الحكمة، وان الفلسفة عند علماء الخدمة الاجتماعية عبارة عن موقف او تصور شامل تجاه الكون والمجتمع والانسان، وايضا هي تصور منطقي للعلاقات اللي بتربط بين ظاهرة وظاهرة اخرى. بتستند في عملية الربط ديت بين الظواهر لمنهج خاص، ولما بتطبق المنهج دوت على الماضي والحاضر بيمكن ان احنا نستخلص تلك الكليات التي يتحرك خلالها الانسان عندما ينزل بقى بالنظرية الى الواقع علشان يقيمها، وده عن طريق التجربة والممارسة. يعني ان الفلسفة تصور شامل تجاه الكون والمجتمع وان الانسان معاهم، والتصور دوت بيكون قائم على قواعد المنهج العلمي، بيحاول ان احنا نربط بيه الماضي والحاضر علشان نوصل الى الدلالات اللي يمكن من خلالها تفسير الواقع. يعني الفلسفة ايضا هي التصورات العامة والشاملة اللي بتوجه العلوم الانسانية والاجتماعية ومختلف المهن اللي بتوجد في المجتمع، ويعني بتصاغ من خلال يعني في درجة عالية من الخبرة والتجربة. على الرغم بقى من حداثة مهنة الخدمة الاجتماعية، إلا إن هي بتطور دايما من نفسها باستمرار علشان خاطر توصل لقاعدة علمية تكون خاصة بها. في كثير من المحاولات الفلسفية لمهنة الخدمة الاجتماعية كانت خلال فترة الثمانينات والتسعينات، أكدت على ضرورة النظر على للإنسان يعني في إطار متكامل يأخذ في اعتباره فردية الإنسان، احترام كرامة الإنسان، استخدام موارد المجتمع علشان خاطر نواجه المشكلات، نبذ التفرقة العنصرية بكل صورها، وأيضا تحقيق العدالة وبصفة خاصة للفقراء والمحرومين. الفلسفة في ليها يعني قيم أساسية بتدور حولها الإطار الفلسفي للخدمة الاجتماعية، اتوصلت له الجمعية الأمريكية للأخصائيين الاجتماعيين واعتبرتها هي ديت القيم الأساسية للخدمة الاجتماعية، اللي هي الإيمان بكرامة الإنسان وفرديته وحقه في تقرير مصيره، أيضا الإيمان يعني بقدرة الإنسان على النمو والتطور، الإيمان بضرورة وجود اعتماد متبادل بين الوحدات اللي هي بتكون مكونة للمجتمع، وعدم التعدي على حقوق الآخرين. الإطار بقى الفلسفي للخدمة الاجتماعية اللي يعني مستمد من خلال قيم الخدمة الاجتماعية، قبل ما احنا نحدده لابد علينا ان احنا نعرف بان يعني ما فيش حقائق مطلقة، بل ان الحقائق دي بتكون نسبية، وان يعني الفرد له قيمته ككائن حي بغض النظر بقى عن ظروفه او اوضاعه او جنسه او الدين. لا، ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان ده وكرمه وامر ايضا بتكريمه، وان احنا ما نهنوش. ومهنة الخدمة الاجتماعية يعني تكون اكثر المهن اللي هي يعني تعمل على حفظ كرامة هذا الانسان. العدالة الاجتماعية ده الهدف اللي بتسعى الى تحقيقه مهنة الخدمة الاجتماعية، من خلال ان يكون في
تكافؤ فرص، ويبقى مفيش تمييز بين فرد وآخر داخل المجتمع، ويعني في فرصة يعني للمساواة الكاملة في تكافؤ الفرص للأفراد، وأيضا تقديم المساعدة بغض النظر بقى عن الدين أو اللون أو الجنس. أيضا إن الإنسان ده هو له الحق في تقرير مصيره، ولكن يعني مش معنى كده إن هو يضر بالآخرين، لا، هو له حق تقرير المصير مع الحفاظ على حقوق الآخرين. أيضا إن الفرد ده له احتياجات متعددة زي الحاجة إلى الأمن، الحاجة إلى التقبل، وغيرها من الحاجات اللي بينبغي على المجتمع إن هو يشبعها للإنسان، وبكده يكون المجتمع مسؤول أيضا عن توفير حياة كريمة للفقراء والمرضى والعجزة، ولابد من تلبية احتياجات أفراد في المجتمع دون تمييز. السلوك الإنساني له العديد من المسببات، يعني الحاجات اللي بتسبب السلوكيات، سواء كانت بقى السلوكيات دي إيجابية أو سلبية. والسلوكيات طبعا السلبية لابد إن احنا يعني نعمل على تغييرها للسلوكيات الأفضل، وعشان يتم ده لابد إن احنا بنتعامل مع الأسباب اللي أدت إلى حدوث ذلك وتعديلها. أيضا في يعني فروق الفردية بين الأفراد وبعضهم البعض، وده أمر حتمي في الحياة البشرية لابد من إن احنا يعني نضعها في الاعتبار، وإن يعني الخدمة الاجتماعية بتؤمن بالفروق الفردية، وإن يعني الأشخاص أو الأفراد الموجودين مش هنتعامل معاهم على ان هم قوالب جامدة، لا، فقط لابد من مراعاة الفروق الفردية. ايضا يعني المبادئ دي، اسف، الفلسفة دي، الخدمة الاجتماعية بتسعى او بتعمل في اطارها، ويعني لابد بقى من اننا دايما كده نكون عارفين بان المهنة بتاعتنا بتسعى إلى الأشياء السامية، اللي هي يعني ما بتحسش دايما على عنف، على نبذ الآخر، على التفرقة، على إن احنا يعني نكون مسيطرين، لا، بالعكس، ده هي بتساعد الإنسان على إن هو يكون في وضع أفضل، وبتحقق العدالة الاجتماعية. عندنا بعد كده مبادئ الخدمة الاجتماعية، ولابد ان احنا نعرف ايه هو المبدأ، وان المبدأ ده قاعدة اساسية بتكون لها صفة العمومية بنصل اليها عن طريق طبعا الخبرة والمعرفة والمنطق، وده كله بيتم باستخدام المنهج العلمي اللي بيقوم على التجريب وعلى القياس. ومهنة الخدمة الاجتماعية لها مجموعة من المبادئ اللي بيلتزم بها الأشخاص المهنيين أو الأخصائيين الاجتماعيين اللي هم بيمتهنوا مهنة الخدمة الاجتماعية، علشان خاطر يعني تأكيد قيمتها وفلسفتها، ويتوقف نجاح الأخصائي بقى في عمله بجانب الالتزام بالمبادئ ديت على مجموعة عوامل هنعرض لها دلوقتي. بس هو عامة المبدأ ده اللي هي الحقيقة أساسية أو قاعدة بتتسم زي ما قلنا بالعمومية، وهي اللي بتوجه العمل والسلوك المهني للأخصائيين الاجتماعيين، علشان خاطر يعني يحدثوا التغييرات المطلوبة اللي بتساعد إلى تحقيق الأهداف المرجوة أو المرغوبة. من المبادئ ديت مبدأ التقبل، ولكن قبل ما نعرض لمبدأ التقبل مبادئ الخدمة الاجتماعية، احنا قلنا بان الاخصائي الاجتماعي هيتوقف نجاحه في عمله بجانب تطبيقه للمبادئ ان هو يلتزم بمجموعة من العوامل اللي هي زي يعني ظروف المجتمع واوضاعه، نوعية المشكلات، وايضا توافر الموارد اللي هتحقق اشباع وحل للمشكلات. ايضا الاخصائي الاجتماعي هينجح لما يجي يطبق المبادئ الخدمه الاجتماعيه، لما هيبقى في استجابه من المواطنين واستعدادهم ايضا للمشاركه في مواجهه مشكلاتهم.
شخصية بقى الأخصائي نفسه من حيث استعداده ومهاراته وخبراته وتقبل المواطنين له، دي برضو بتساعد على نجاح الأخصائي الاجتماعي في عمله. أيضا المبادئ بتبقى وحدة متفاعلة، يعني فيها نوع من التكامل، فممكن موقف واحد يتطلب من الأخصائي الاجتماعي أكتر من مبدأ في آن واحد، وده بيتسم هنا المبادئ دي بالمرونة في التطبيق. أول هذه المبادئ اللي هو مبدأ القبول أو مبدأ التقبل، والمبدأ ده بيهتم بأن الأخصائي الاجتماعي لابد أن هو يتقبل العملاء اللي بيتعامل معاهم، سواء كانوا بقى فرد أو جماعة أو مجتمع، زي ما هم مش زي ما ينبغي أن يكونوا. فهو بيتقبل الفرد والسلوك المنحرف لدى الفرد إن كان موجود، ما بيوجهش له اللوم نتيجة السلوك ده، بل بالعكس ده هو لو وجه له اللوم هينعدم هنا الثقة بين الأخصائي وبين العميل، وهي ديت اللي هي يعني بمثابة العملة البشرية في اللي هو كل تعامل اجتماعي بينهم وبين بعضهم البعض. الأخصائي الاجتماعي بيعمل على احترام كرامة الفرد وإن هو يقدره ويدرك أيضا احتياجاته ورغباته ويبدأ منها، بحيث ان هو يرتفع الى المستوى اللي هو يبقى عاوز يوصل له. وفي تعامل الاخصائي بقى مع الجماعة بيتقبل سلوك الافراد، ولو كان سلوك غير متوافق مع ما ارتضاه المجتمع من قيم واللي اتعارف عليه من تقاليد، وبيعمل بعد كده على مساعدة الجماعة لان هي تضع حد لهذا السلوك وتحاول ان هي تعدله. أيضا بيتضمن قبول الأخصائي للجماعة، احترامه للأعضاء وتقديره لمناطق القوة والضعف. وعندنا في تنظيم المجتمع الأخصائي بيتقبل المجتمع اللي بيتعامل معاه بكل عناصره وهيئاته وظروفه وسماته على الوضع اللي هو موجود عليه، مش كما ينبغي أن يكون زي ما احنا ذكرنا. فهو بيتقبل تقاليد المجتمع والقيم السائدة فيه وأيضا معايير المجتمع اللي هو بينتمي إليه. المبدأ ده بيتضمن أيضا البدء مع العميل من حيث هو يعني حيث هنا بيهتم الأخصائي الاجتماعي بمعرفة مستوى قدرات الفرد أو الجماعة أو المجتمع، وبيتقبل ذلك ويدرك أهمية البدء في العمل مع العميل، وبيحاول إن هو يبذل قصارى جهده في يعني الارتقاء بيه، وان هو يعني يبقى يوصل على ان الشخص ده يدرك احتياجاته ورغباته اللي هو بيتعامل ليها، ويحاول ان هو يعني يوصل بيه الى تحقيق تلك الرغبات والاحتياجات. المبدأ الثاني وهو مبدأ حق اتخاذ القرار او مبدأ حق تقرير المصير. والخدمة الاجتماعية ايضا كمهنة يعني بتسعى لحل المشكلات، وإن هي تحاول إن هي تواجهها بأسلوب علمي بيمكنها من مواجهة احتياجات المجتمع اللي هي دائما بتكون متغيرة. هي أيضا كمهنة بتقوم على قيم معترف بيها، وأهم هذه القيم الاعتراف بقيمة الفرد كإنسان وتقديره وتقدير طاقاته وإمكانياته واحترامه لذاته، يعني بتديله الحق الكامل في تقرير ايه هي احتياجاته والطريقة اللي هو عن طريقها يمكن ان يشبع تلك الاحتياجات. يعني الحق في تقرير مصيره كإنسان له مسؤوليته المعينة تجاه نفسه وأسرته والمجتمع اللي بينتمي إليه. لما بتيجي مهنة الخدمة الاجتماعية، الأخصائي الاجتماعي بيطبق المبدأ ده في طريقة خدمة الفرد بأن هو ما بيفرضش على العميل بتاعه حل للمشكلة مدام هو قادر على الإسهام في علاج تلك المشكلة. وفي خدمة الجماعة أيضا بيراعي إن بتقوم الجماعة بتحديد أهدافها ووضع البرامج والخطط بتاعتها وإزاي إن هي تنفذها وأيضا تقومها. في طريقة التنظيم المجتمع، الأخصائي الاجتماعي بيهتم بعملية المشاركة الشعبية ومشاركة الأهالي في العمل بتاعه علشان خاطر يضمن نجاح العمل ده، وما يبقاش فيها نوع من اسلوب الفرض او الاكراه. المبدأ ده ايضا بيتضمن اسهام الفرد او الجماعة او المجتمع في العمل على حل المشكلات او مواجهة المواقف المختلفة
بما يتمشى مع قدرة طبعا كل وحدة من الوحدات اللي احنا قلناها، سواء الفرد أو الجماعة أو المجتمع. ولكن في بعض الحالات الاستثنائية اللي بتبيح بقى للأخصائي الاجتماعي إن هو يتصرف لصالح وحدة العمل اللي بيتعامل معاها، مثلا زي الحالات السلبية أو التواكل أو عدم اكتمال النضج عند العميل، سواء كان برضو فرد أو جماعة أو مجتمع، أو في بعض حالات اللي هما زي المرض العقلي أو الضعف العقلي. العميل هنا ما بيكونش مدرك للتصرفات أو السلوكيات بتاعته، وأيضا في حالات الطفولة والحالات اللي بتخرج عن القيم الأخلاقية في المجتمع. يعني في الحالات دي الأخصائي ممكن إن هو بيتصرف بما يحقق صالح الوحدة وصالح المجتمع، وبيستدعي ذلك تدخل الأخصائي الاجتماعي. المبدأ الثالث وهو مبدأ المساعدة الذاتية أو مبدأ المسؤولية الاجتماعية، ويعني استكمالا للي احنا قلناه في مبدأ حق اتخاذ القرار أو حق تقرير المصير، إن هو مبدأ ديمقراطي وهو جزء هام طبعا من فلسفة الخدمة الاجتماعية في الوقت الحالي. وبيعتبر إن هو بيقوم على احترام العميل في إن هو بيتولى أموره بنفسه وبيتخذ القرارات اللي هو شايفها مناسبة لظروفه، بتحتم ضرورة قيامه طبعا بمساعدة نفسه بنفسه وإعطائه مسؤولية المساهمة بنفسه في عمليات اتخاذ القرار في يعني بشأن المشكلة اللي عنده، وأيضا تحمل مسؤولية القرار اللي هو اتخذه. وده ما يسمى بالمساعدة الذاتية أو مساعدة العميل الاجتماعية تجاهه. بنقول يعني علشان خاطر إن احنا نوصل لنتائج تكون ملموسة، لابد من الاهتمام بالمؤثرات البيئية المحيطة في للعميل، واللي هي بتكون بمثابة يعني حجر عثرة كده في سبيل تكيفه والعمل على إزالتها أو التخفيف من حدتها. وعلشان خاطر نوصل يعني من هذا إن الفرد أو الجماعة أو المجتمع في مسؤولية معينة، ففي مسؤولية اجتماعية متبادلة بينهم جميعا. ومبدأ المسؤولية الاجتماعية بيركز على ارتباط الحقوق بالواجبات، يعني مسألة أخذ وعطاء علشان خاطر يتم إجابة الاحتياجات وحل المشكلات، فلابد إن هي ترتبط بمدى مساهمة الوحدة الإنسانية واشتراكها أيضا إشباع احتياجاتها وحل مشكلتها. الخدمة الاجتماعية لما بتقوم بمساعدة الأفراد على إن هما يجتازوا الصعوبات أو العقبات اللي بتعترض تكيفهم الاجتماعي، بتهتم هنا بعمليتين أساسيتين. أولهم اشتراك الفرد بقدرته الخاصة أو إمكانياته الذاتية، سواء كانت بقى دي إمكانيات مادية أو مهنية أو إمكانيات شخصية، علشان خاطر يعالج المشاكل بتاعته. فهو هنا يعني بتوجهه لنفسه بحيث إن هو يرى إيه هو اللي ممكن استغلاله منها علشان خاطر يساهم في حل المشكلة أو علاجها. تاني حاجة اللي هو الاهتمام بقى بالواقع الاجتماعي للفرد وكل العوامل اللي بتكون متصلة بتاريخ الفرد الاجتماعي واللي مر بيه من تجاربه، ايه اللي اكتسبه من خبرات. وبتهتم ايضا المهنه هنا ب يعني تطوير الاجهزه والمنظمات المختلفه الاجتماعيه اللي موجوده داخل المجتمع، بحيث ان هي تهيئ كافه العوامل اللي بتمكن الافراد او الجماعات من اشباع احتياجاتها. مبدا بعد ذلك مبدا الموضوعيه، اللي هو يعني الاخصائي الاجتماعي ما يسمحش لاي اعتبارات شخصيه او ذاتيه بالتدخل في علاقاته مع الوحدات الإنسانية اللي بيتعامل معها. المبدأ ده بيتضمن إن يعني الأخصائي الاجتماعي يحاول باستمرار إن ما يسمحش لأي اعتبارات شخصية خالص التدخل في علاقته مع العميل أو مع الجماعة أو المجتمع. فما يعني ما يجبش عليه إن هو يحابي عميل أو يقف ضد عميل آخر أو يفضل جماعة على جماعة أخرى بمجرد إن يعني الجماعة دي بتستهويه، وان هو ما بيتحيز للجماعه الاخرى او التنظيمات اللي موجوده داخل المجتمع. الاخصائي طبعا الاجتماعي له دور مهم جدا هنا في المبدا ده، فعليه ان هو بيقيم دايما العلاقه المهنيه بتاعته مع الوحدات الانسانيه اللي بيتعامل معاها، ولابد ان العلاقه دي تكون يعني بتتسم بالثقه والانسانيه وعدم التحيز.
وأيضا إن هو يشرك الوحدات الإنسانية اللي بيتعامل معاها في تحديد أهدافها ودراسة المشكلات بتاعتها واحتياجاتها، وأيضا هم يساهموا في وضع الخطط والبرامج وتنفيذها علشان خاطر حل المشكلات وإشباع الرغبات والاحتياجات بتاعتهم. المبدأ اللي بعد ذلك وهو مبدأ التقويم الذاتي. ومبدأ التقويم الذاتي لو جينا نعرضه، لابد علينا ان احنا نقول ان التقويم ده العملية اللي بيلجأ ليها الاخصائي الاجتماعي عشان يعرف بموضوعية بقى ويكون على درجة من يعني الدقة النسبية إلى حد ما مدى هو نجح أو فشل فيما قام به مثلا من عمليات في تحقيق الأهداف المرجوة أو المنشودة. التقويم الذاتي بيكون إن الأخصائي الاجتماعي بيقوم نفسه بنفسه، وفي الواقع بيعتبر المبدأ ده جزء من مبدأ الموضوعية ومكمل له أيضا. يعني مش هنعرضه كمبدأ مستقل علشان خاطر هو مرتبط دايما بالمبدأ الموضوعي. التقويم الذاتي أيضا أشد خطرا من التقويم بصفة عامة. ليه؟ لأن على الأخصائي الاجتماعي إن هو يلتزم هنا بجانب من الموضوعية ويحرر عمله المهني من النوازع الشخصية بتاعته، يعني يقوم نفسه زي ما قلنا باستمرار ويحاول إن هو يحدد مدى تدخل ميوله واتجاهاته في العمل بتاعه ومدى نجاحه في عمله من وجهة النظر الذاتية بتاعته. التقويم أيضا الذاتي بيتضمن محاولة الأخصائي الاجتماعي الجد علشان يتعرف على المستوى المهني بتاعه بصورة واقعية عشان يحدد إيه اللي ناقصه وإيه اللي هو يعني كويس ووقع في إيه من أخطاء، ويقدر يتعرف على النواقص من الخبرة أو المهارات عنده ويحاول إن هو ينميها، فبذلك يرتفع مستواه المهني. المبدأ اللي بعد ذلك وهو مبدأ السرية. مبدأ السرية إن الأخصائي الاجتماعي لابد إن هو يكون أمين على المعلومات والبيانات اللي بيحصل عليها دايما من الوحدات الإنسانية اللي بيتعامل معاها. والأخصائي الاجتماعي بيقوم بعمليات طبعا دراسة للوحدة اللي بيتعامل معاها، يعني بيحصل منه على معلومات، والمعلومات دي ما يجوش للأخصائي إن هو يتصرف فيها إلا بعد موافقة الفرد أو الوحدة الإنسانية اللي هو جمع منها البيانات، ويكون بصالح يعني إيه اللي هو لصالح الوحدة دي. برضه في نسبية هنا في السرية، فبعض الأحوال بتفرض سرية تامة على المعلومات اللي الأخصائي الاجتماعي بيحصل عليها من عملائه، ولكن في بعض الاستثناءات للمبدأ ده وبيكون برضه بعد موافقة العميل، وفي أحيان أخرى قد لا يكون العميل في حالة إن هو يتمكن فيها من استخدام إرادته علشان خاطر يعني كده. فبيلتزم الأخصائي الاجتماعي نسبيا بمبدأ السرية وهو اللي بيقرر، وزي ما قلنا في بعض الأحيان ما بيراعيش الأخصائي الاجتماعي مبدأ السرية. مثلا يعني لما يكون عندنا، ندي مثال، نقول إن احترام مثلا الفرد والمحافظة على أسراره وشؤونه، يعني لابد إن الأخصائي يلتزم بكده، و يعني الاتجاه ده بيؤكد على التزام الأخصائي الاجتماعي بمبادئ الخدمة الاجتماعية. وأيضا لو في سلوك مثلا فيه يعني حاجة صريحة كده بخرق للقانون، ففي هنا نسبية في التمسك بسرية المعلومات اللي بيحصل على الأخصائي الاجتماعي من الوحدة، وما ينفعش إن احنا نخبي وإلا تحصل يعني كارثة نتيجة الاحتفاظ هنا بالسرية. المبدأ اللي بعد ذلك اللي هو مبدأ تكوين العلاقة المهنية أو مبدأ العلاقة المهنية. والعلاقة المهنية دي بتنشأ بين الأخصائي الاجتماعي وبين الوحدة اللي هو بيتعامل معاها سواء كانت فرد أو جماعة أو مجتمع، وهي العلاقة دي دايما بتتصل يعني بالعمل بين الأخصائي وبين العميل.
العلاقة المهنية علاقة من نوع خاص دايما، ما هيش علاقة شخصية، وفي نفس الوقت مش ممكن اعتبارها علاقة رسمية بحتة. العلاقة المهنية وسيلة علشان نحقق عن طريقها غاية يعني محددة، وهي مساعدة العميل سواء كان فرد أو جماعة أو مجتمع على إن احنا نعالج إيه اللي بيعترضوا من المشاكل. والعلاقة الشخصية بقى عكس كده خالص، لأنها تعتبر غاية في ذاتها، بتشبه حاجات اجتماعية عند الفرد. علاقات الصداقة اللي بتنشأ بين فردين أو أكتر ما بتتخص لها غاية محددة، وإنما هي علاقة صداقة أو علاقة شخصية مرغوبة لذاتها. العلاقة المهنية بتقوم على أساس من الحقائق العلمية من ناحية، والمهارات والخبرات المتصلة بالنشاط المهني من ناحية أخرى. ما بتتأثرش العلاقة المهنية، ومش ويعني لا ينبغي أيضا أن تتأثر بمظاهر السلوك اللي بتصدر عن العميل خلال عملية التفاعل بينه وبين الأخصائي الاجتماعي. العلاقة المهنية دايما مبنية على الود والاحترام المتبادل بين طرفي عملية المساعدة. ويعني العلاقة المهنية ديت في خدمة الفرد بتكون مصدر أمن، وهي يعني لما الأخصائي الاجتماعي بيقابل العميل بالاحترام وبالتقدير وبيطبق مبادئ مثلا خدمة الفرد بصورة سليمة، ده بيساعد العميل على إن هو يدرك ذاته على أساس واقعي بما يعني بتوفره أو بتتيحه له العلاقة المهنية من طمأنينة وثقة متبادلة بينه وبين الأخصائي الاجتماعي، وده بيشجعه على إن هو يعبر عن مشاعره بصورة متحررة من الضغوط الداخلية، فهيدينا المعلومات بمصداقية. المبدأ اللي بعد ذلك وهو مبدأ الدراسة العملية العلمية. المبدأ ده اللي هو بيعتمد فيه الأخصائي الاجتماعي سواء كان متخصص بقى في خدمة فرد أو جماعة أو تنظيم مجتمع، بيستعين هنا بالدراسة العلمية الموضوعية اللي هي بتوضح له أبعاد الموقف أو إيه هي العوامل اللي اشتركت في إن يحصل المشكلة ديت، سواء كانت بقى العوامل دي ذاتية أو عوامل موضوعية. وبيستفيد هنا في عملية الدراسة ديت في تشخيص المشكلة، وإن هو يحاول يضع تصور لخطة العلاج. المبدأ اللي بعد ذلك هو مبدأ الرجوع للخبراء، ومهنة الخدمة الاجتماعية بترتكز أو بتستند في عملها على ما يمكن أن تستفيده من العلوم الاجتماعية الأخرى، بحيث ان يهتم الاخصائي الاجتماعي بتفاهم السلوك الانساني بقدر المستطاع، وده بيمكنه من التعرف على مكونات البيئه اللي بيعيش فيها الانسان، ويدرس ايضا بطريقه علميه اثر التفاعل بقى بين البيئه والانسان في المواقف المختلفه. ولكن يعني بيبقى فيه صعوبه ممكن تواجه الاخصائي الاجتماعي، بتتمثل بقى الصعوبه ديت في ان هو يقف على الابعاد والدوافع اللي بتحكم حياة الإنسان. وبيمكن بقى لنا إن احنا نقول إن مهنة الخدمة الاجتماعية بتهدف بصفة عامة، وزي ما احنا عرضنا خلال المحاضرة، للنهوض بالأفراد وإجراء أيضا التعديلات اللي بتكون لازمة علشان خاطر إن هي يعني تساعده على تخطي الصعوبات أو المعوقات، وأيضا غرس القيم اللي بتتفق مع أيديولوجية المجتمع، وإحداث تغيرات مقصودة لصالح الأفراد والجماعات والمجتمعات بطريقة بتكون متكاملة. وبكده بنكون إحنا عرضنا النهاردة لفلسفة ومبادئ الخدمة الاجتماعية. شكرا لحسن استماعكم، مع تمنياتي بالتوفيق والنجاح.